الان شويه مزيودات الصومه شويه، الناس مسيرات تام الفلوس والبهيم بحال قليله، بهيم بحال قليله. اليوم ما كاينش البهيم كيديرها تاع مش هناك، وكتبان قليله الغنم، كتبان قليله الغنم. مزيودة شي 70 فرانك 80 فرانك بالنسبة لها. اييه تقريبا بحال بحال هذا شحال هذا 65 طونة. 65 اييه 65 طونة. شحال مزيود للمقارنة؟ مزيود لا يحصى، مزيود بزاف هذا العام العيد، مزيود بزاف ماشي على العام اللي فات، مزيود بزاف. بالنسبة للعلف هو العلف هو شوية هذا العام، ماشي بحال العام الأول، هذا العام شوية ولكن راه كاين اللي داير 120، كاين اللي داير 100 ريال 90 ريال، ما مقادش داكشي كله الثمن ديالو. داكشي ديال الدعم داير جوج درهم، ديال رويزة جوج درهم، والفصة دايرة 1800 100 درهم. الماكلة غالية هي اللي دارت الثمن شوية، الماكلة غالية، العلف غالي. تبنت يدير 5 دراهم، تبنت يدير 5 دراهم، هادشي هو. والخير راه موجود، تا واحد ما يخليه الله، كاين اللي شي ما دار يقضي، اللي بغى المليح راه بثمنه وكل شيء راه موجود الحمد لله. يعني واش السلعه موجوده يعني؟ عطا الله الخير موجود، الناس منوضة الغلاء في مسالاتها. عفا خويا الله يرحم والديك، باش راه غاليين هاد العام ان شاء الله باذن الله، راه غاليين وراه كاين الغلاء، وهاد الغلاء راه ما تيتحملوش المواطن. الله يجزيك بخير، لما كاين اللي رخف علينا شويه من هاد المواشي، راه غاليه بزاف، والعلف تا هو غالي، تا هو غلى الكسيبه بزاف. وهاد الشيء ديال المستورد ديال الاغنام اللي على برا راه ما كاين فيها والو، ما شنا شيء، باقي ما شنا والو في السوق. منين غادي تبان في السوق نشوف واش غادي ترخص ولا غادي تبقى غاليه كما كاين دابا حاليا. شحال ديال الزياده الفرق بين ذاك العام وهذا؟ راه قبل رمضان كانت البهايم دايره 32 فريك السابيه، مورا رمضان ولات دايره 42 48 كسابيه. يعني مي غادي توصل للعيد الكبير شحال غادي توصل لهذا المواطن؟ غادي توصل بواحد 4000 درهم 3500 درهم. واش هذا المواطن واش هو غادي يقدر يستحمل هذا الشيء؟ هذا ما غايقدرش، والله يحسن العوان اخويا للجميع. كاين البهم موجود الخير، موجود الخير على الناس موجود. لا كاين الاكتفاء فايت الذاتي كاع يشط مازال البهايم، حيت راه المغرب هذا الدنيا بسلام، المغرب كله خيورات، راه هاد الناس كيغليو وهما اللي كيرخصوا، وما السوق ولا غيره ولا الكساب راه ما عندوش علاقه بهاد الشيء. انس راه نقولها لك ونعاودها لك، راه العلف هو الغلا، وحنايا دازت عندنا 10 سنين قلت لك تاعت الجفاف، وهاد الناس متحملين المسؤوليه، ما لاحوش هاد البهايم باقي شادين فيها وباقي تيخسروا عليها الفلوس. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبارنا.